في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام وسرور. أحييكم من هنا من ميدان الذيد لسباقات الهجن العربية الأصيلة هنا في إمارة الشارقة، الإمارة الباسمة دائما، وفي هذه الأمسية التراثية لمهرجان قناة الوسطى من الذيد هنا الحاضر في انطلاقته الثانية، وفي هذه الأمسية التي سوف يختتم بها هذا المهرجان وهذه المنافسات القوية الحاضرة والمنطلقة بسن اللقاية وهذا الملتقى التراثي وهذا العرس والكرنفال الحاضر برموز هذه الأمسية برموز هذه التحديات. على بركة الله وتوفيقه أعطيت شارة البداية الأولى لانطلاقة شوط السيف المنتظر، سيف حاكم إمارة الشارقة سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يحفظه الله ويرعاه وأدامه عزا وذخرا لهذه الإمارة وأهلها أجمعين. أرحب بجميع الحاضرين، أرحب بجميع الشعارات، وأرحب بجميع المتابعين والمشاهدين خلف الشاشات في النقل الحي والمباشر لقناة الوسطى من الذيد الناقلة لهذا الحدث التراثي الكبير شوط الأبكار. هنا الذي انطلق لتنطلق قصة هذا السيف برحلة هذه الأسماء هنا مع سن اللقاية لمسافة الخمسة كيلومترات الحاضرة والمنطلقة. أتابع البداية وأنطلق مع السايحة التي تنطلق بالمركز الأول سالم بن محمد بن سالم بن علي الراشدي الذي يقود الصدارة الذي يقود المركز الأول. النقلة التالية على المركز الثاني القادمة عرجة بشعار الوهيبي سيبن محمد بن علي الوهيبي من يدفع بهذا الاسم بالمركز الثاني وثالثا القادمة طلة هنا في هذه الانطلاقة عبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي من ياتي مع ثالث المراكز، ورابعا من الجانب الاخر الواصلة الظبي القادمة ظبي الفلا رمز العطاء بشعار الطيرة عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري الذي يبحث عن السيف الغالي في هذا المساء التراثي. المركز الخامس القادمة والحاضرة والمنطلقة هنا الساعية قادمة لسعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي ياتي مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو النداء للخمسة النجوم للخمسة العمالقة الحاضرة بقصة السيف. سيف حاكم إمارة الشارقة إلى أين سوف يتجه؟ إلى أين سوف يمشي في هذا المساء التراثي في هذا المساء المختلف عن بقية الأيام في هذا المهرجان؟ انتصفت المسافة، بدأنا بالنصف الآخر والرحلة الحاضرة بهذه الانطلاقة الأولى لأول أشواطنا في هذه الأمسية التراثية. أعود إلى الصدارة
اعود الى المركز الاول شعار الوهيبي ابناء السلطنة حاضرين هنا يقدم عرجة بالمركز الاول سيبن محمد بن علي الوهيبي من يتواجد بصدارة هذا التحدي. المركز الثاني القادمة والحاضرة ظل قادمة بهذا الاندفاع الجميل عبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي من يتواجد مع المركز الثاني وثالثا من الجانب الاخر القادم شعار الراشدي الواصل مع السايحة سالم بن محمد بن سالم بن علي الراشدي وصل مع ثالث المراكز. انطلق مع المركز الرابع وصل العامري لياتي هنا مع الظبي لعبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري اهالي مصانع الجنوب هناك في مدينة العين حاضرين وقادمين. اما خامس المراكز اللي وصلت الياسية هنا ناصر بن سالم بن محمد الدرعي من ياتي في هذه الانطلاقة وصل الواصلون قدم القادمون بدأ الهجوم بدأ التغيير مع المراكز الاولى كيلو ونصف تبقى عن قصة هذا السيف السيف المرتقب السيف المنتظر الى اين الى اين سوف يتجه. هنا اللي غيرت هنا اللي غيرت الراشدي يعود من جديد يقدم السايحة ولكن من الجانب الاخر راعي الطيرة تحرك راعي الطيرة بدأ ينافس المركز الاول من الجانب الاخر الساعية بشعار المحرمي والواصل ايضا شواهي بشعار ابن كاسم المسافري هو الحاضر ايضا هو القادم هنا شواهين بشعار الشامسي الكيل الاخير الكيل الخطير جولة الاوامر وجولة التحركات التكتيكات والابداعات والمهارات والسرعة الفائقة حرك اللي بتحرك يلي تب الناموس يلي تب السيف سيف حاكم إمارة الشارقة هنا لمن سوف يكون لمن سوف يأتي في هذه الانطلاقة الصدارة مع الراشدي مع الراشدي يقدم السايحة المسافري قادما مع شواهين ومن الجانب الآخر الواصل المنصوري والقادمة ايضا هناك والتي بدأت بالهجوم مع المراكز الاولى مع الانطلاقة الاولى هنا شواهين شواهين والتي من الجانب الاخر هنا الحاضرة والمنطلقة في هذه اللحظات الجنوبية مكتوب بن سعد المخيت بن مقدم المهري قادما في هذه الانطلاقة المهري 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 مع الناموس مع السيف الجنوبية الجنوبية السيف 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 الى المهري الى المهري سلام يا المهري سلام تهانينا تهانينا والناموس والانتصار لمالك الجنوب مكتوب بن سعد بن مخيت بن مقدم المهري من انتصر بهذا السيف. المركز الثاني كان رسول شواهين سالم بن سعيد بن كاسم المسافري اما المركز الثالث كان وصول السايحة سالم بن محمد سالم بن علي الراشدي ورابعا كان وصول جبار عبد الله بن سالم بن سعد الفيدة المري وخامسا كان وصول متابعون الاعزاء مرموقة عبد الله البحري النوبي العامري. هكذا هي النتيجة قصة هذا السيف التي انتهت بتواجد هنا التي غادرت بالناموسي والانتصار العزرة من ظفرت لسلطان بن سالم بن حمد الاكتبي من يغادر بهذا السيف الغالي. سلام يا الاكتبي سلام سلام يا العزرة سلام تهانينا تهانينا والناموسي والانتصار لهذا الشعار من ظفر بهذا الناموس مع الابتر الاخيرة لتتغير الامور لياتي بهذا السيف الغالي مع العشرة سلطان بن سالم بن حمد الاكتبي. والتوقيت الزمني 6 دقائق 25 ثانية